الحديث أكثر إذن عن تزايد حالة الإخفاء القسري مع التقارير الحقوقية التي تتحدث عن أوضاع صعبة لأهالي المغيبين قسرا مع تزايد أعدادهم. معنا هاتفيا من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان، مرحبا بكم. إذن ناشطون يواصلون عبر حملة وينهم التي انطلقت منذ أكثر من أسبوع، ما الذي دفع الناشطين للاستمرار في هذه الحملة وهل ستحرك الحكومة ساكنا؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. نعم، باستمرار هذه الحملة تؤكد هذه الحملة على أنه الوعود الحكومية لا تزال غير مجدية ولا تزال غير واقعية في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين والمغيبين، علما أن الحكومة لديها أسماء الميليشيات وأسماء السجون السرية ولديها أسماء المعتقلين الأبرياء الذين يقعون في السجون من غير تهم قانونية، ولا سيما أنهم أوقعوا في هذه التهم بتهم كيدية وبوشاية المخبر السري، وإلى اليوم لا تزال هذه القضية شائكة ولا تستطيع الحكومات في حل هذه القضية، علما أن يعني في أبسط الأمور أنه هناك دلائل قطعية وهناك دلائل ثبوتية وهناك لجان تحقيقية تؤكد وتكشف حقيقة ومصير هؤلاء، وبالتالي يعني الإفراج عنهم ليس بالصعب، وخاصة أن الجميع منهم يعني يعلم أنهم قد اعتقلوا تعسفا واعتقلوا بتهم غير قانونية وتهم طائفية، وعلى أساس هذا يمكن أن تكون هناك هذه اللجان بأكثر جدية وعمل في الإفراج عنهم في لا سيما في تفشي فيروس كورونا الآن في السجون، وقد أبلغنا بأن هناك العديد من الوفيات وبإصابة العديد من المعتقلين في هذه السجون. إذن هناك ضرورة قانونية وهناك ضرورة إنسانية وهناك أكثر من ضرورة ملحة تجعل حكومة الكاظمي الإسراع في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لا سيما منهم الذين ذكرناهم في تهم كيدية وفي وشاية المخبر السري وحتى الطائفية، يعني بالإمكان الإفراج عنهم، وإذا ما تم الثبوت في قضايا لاحقة ممكن إعادة اعتقالهم لهذه الفترات. طيب، أيضا وثقتم سيد عمر، وثقتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تورط ميليشيا الحشد الشبكي بجرائم ضد الإنسانية على سكان نينوى بموجب نظرية مسؤولية المتبوع. هل يمكن أن يحاسب الكاظمي يعني باعتباره يتحمل الآن المسؤولية عن ذلك؟ نعم، يعني هو يتحاسب في ذلك وله المسؤولية الكبيرة، لا سيما أن المسؤول الأول عن هذه الميليشيات هو حنين قدو، وحنين قدو هو معروف سياسيا ولديه مقعد في البرلمان الحالي. إذن يعني بإمكان الكاظمي أن يوقف هذه المجازر باعتقال أو بحل هذه الميليشيات وإخضاعها للقانون إذا كان هناك قانون يحكم هؤلاء، ولكن المجريات والمعطيات تقول أن هؤلاء الميليشيات هم فوق القانون، وإلا لما تتم هذه الممارسات إلى اليوم، وقد أبلغنا صباح اليوم بأن هناك أيضا ممارسات وحملات اعتقال تعسفية وعشوائية، يعني قبل صدور التقرير الذي عده المركز اليوم لا تزال هناك يعني حملة اعتقالات عشوائية وتعسفية في مدن الموصل تديرها القوات الحج الشبكي وغيرها من القوات الحكومية، وعندما يعتقل هؤلاء فإنهم يذهبون إلى الحشد. لماذا لا يذهبون إلى المراكز الحكومية المعدة قانونيا، وبالتالي يعني تكون هناك إجراءات قانونية في هذا في نينوى في تحديدهم إلى القضاء وغيرها من الإجراءات القانونية التي تفرض على الحكومة إجراءات متبعة في مثل هذه الحالات؟ هذا في نينوى. أيضا في الناصرية، يعني ما المسؤولية القانونية التي تتحملها إدارة السجن عما حصل ولا زال يحصل في سجن الحوت بالناصرية؟ نعم، هذه الإعدامات هي قتل خارج القانون،
ايضا يتحمل المسؤوليه جميع من تسلم مناصب الحكم، سواء كان الكاظمي او العبادي او المالكي او عبد المهدي او وغيرهم، كل هؤلاء جرت تحت اعينهم وفي وضح النهار الكثير من الاعدامات وكثير من القتل خارج القانون، وهذا منافي للقانون الدولي لحقوق الانسان. وايضا تعد هذه اذا ما استمرت في نطاق واسع وممهد ومستمر، فان هذه تعد من سبيل الجرائم ضد الانسانيه، ويتحمل الحكومات المتعاقبه منذ عام 2003 الى اليوم مسؤوليه هذه الاجرام ومسؤوليه المحاكمه القانونيه امام القضاء الداخلي والدولي. اذا شكرا جزيلا كامل عمان، مدير مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان.